إذا كنستضفوا الرابر شايبي شيخ الفرشة، الفنان الرابر اللي معروف يعني بتناول موضوعات سواء كانت عندها طابع ديال نضالي، يعني كتكشف الوضع ديال الفساد، وكذلك التضامن مع بعض القضايا، منها المشاركة ديالو اليوم في مهرجان ديال اليتيم. شنو نقول سي شعيبي على المشاركة ديالك، وغنيتي واحد الأغنية ديال ولاد الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم أول حاجة كنشكر المنظمين ديال هاد المهرجان اللي عطاونا الفرصة أنهم نتلاقاو مع الجمهور ومع اليتيم، وأنا فرحان أنني نشارك. وأخيرا جا النهار اللي غنيت واحد الديسك سميتو ولاد الخيرية، جا النهار اللي نشارك به مع ولاد الخيرية. المهم أنا فرحان بزاف، فهمتي، ما نقدرش نوصف الفرحة ديالي أنني درت شي حاجة كتفيد بنادم، فهمتي، وحسيت بها أن جا الوقت ديالها وفادت، فهمتي. ولاحظنا التجربه ديالك يعني مشات في واحد المسار، يعني اغنيه الهادفه، ماشي ديك اغنيه يعني ثبت الطريقه اللي كتادي بها، وكذلك ما طغاش عليها النرفزه، كنلاحظ لك الشكل هادي ونقولوا عميق يعني وسلس في الاغنيه ديال الراب. شنو هذا المسار دابا اللي دابا انتقلتي له كنلاحظوا في الراب؟ ما بقاش ذاك الصخب والفوضى، ولا يعني ولا ربما ذاك التناول والتامل العميق في القضايا ديال المجتمع وديال هذا السؤال مهم. الراب لمتابع لنشاطك ولا تجربتك الفنيه؟ كنت كنغني شويه قاصح، شويه كتكون بعض العشوائيه، فهمتي، بنادم ما كيوصلوش الميساج. مع دابا دخلت 2017 الهيب هوب في المغرب كامل تطور، بغيت انا ندير ستيل ديالي بوحدي، يكون مهم يكون ثقيل وموسيقى، مهم كل موضوع يجي مع موسيقى ديالو وكيوصل الرساله باش كتوصل المفهوم لجميع الفئات وجميع الناس بالطريقه اللي الناس كيسمعوا لها دابا. نعم، وهذا الاسلوب هذا يعني اصبح محبب عندك، اصبح عندنا جمهور كبير، لان دوك الرساله كتوصل ديالك، لان ماشي بالطبيعه ماشي بالضروره توصل ديك، لان معروف الشباب معروف يعني بالفوضى ديالو بالصخب وحتى بعض دابا، ولكن بما ان بدا كينتصر العنف وبدا كينتصر يعني نقولوا ما حتى ديك العصبيه وديك الشيء، كنلاحظوا بان التناول ديالك الموضوعات بشكل هادئ وكتوصل رساله. حيت اصلا العرايش ولا عاوتاني حتى بنادم ولا كيغني الهيب هوب، الناس اللي ولاو كتحمل رساله الهيب هوب، العرايش الناس عندها العقل، فكرت بان راه ما بقاش العنف هو اللي كيوصل شي حاجه. لا بغيتي توصل شي حاجه خصك توصلها بطريقه تلقائيه وهادئه باش تقدر توصل للناس، اما الى العنف راه ما كيوصل لوالو. كنتمنى حتى انا كنتمنى غير الرساله ديالي توصل للمسؤولين واي حاجه. انا وغنيتي كذلك ستيل هضر لي في يدي. نعم، ستيلو هضر لي في يدي، المهم هذاك بحال القصه ديالي وقعت لي مع ستيلو. راه انت كتعرف راه سابق لي تعتقدت على ان ستيلو كيقول لي هدا، فهمتي، راه فكر في الحاجه اللي كدير قبل ما تقولها، ونال اعجاب بزاف الناس وماشي. المهم انا وجدت وهذه مناسبه باش نستضفوك، يعني كنلاحظوا بان الشعيبي يعني نشيط في مواقع التواصل الاجتماعي، وصبح عنده جمهور كيتابع القضايا الاجتماعيه والاحداث اللي كتجري في العريش. يعني انت كتفاعل مع الاحداث والوقائع اللي كتوقع في المدينه، كيفاش التفاعل ديالك مع القضايا ديال المدينه، كيفاش كتشوفوا؟ قضايا المدينه كاينه قضايا بزاف، خصك شي واحد مساكين هاد مدينه العرائش، راه انا بيدي راه بزاف الناس راه كيعرفوني في مواقع التواصل انني كنهضر معاهم وسط البراكه ديالي، فهمت؟ راه ما يمكنش شي واحد رابور كيعيش في حي عشوائي ما يصورش فين كيسكن هو. انا ما كنسكنش في الفيلات ولا كنسكن في القصوره، انا رابور عريشي واحد عندي براكه عايش فيها مع ثلاثه ولادي والمراه ديالي. بزاف ديال الناس كيشوفوني كنعمل ديك الفيديوز في الفيسبوك كيقولوا بان الشعيبي راه من الاغاني ديالو كيبغي بانه يتشهر بهاد القضايا هادو ولا بهاد الشيء هذا. زيدوا عن الشعيبي فنان الجماهير، فنان الشعب، فنان قضايا المجتمع. هادو شباب وهادو اطفال يعني وكيحبوا الاغاني ديال الشعيبي، كتعجبكم الاغاني ديال الشعيبي؟ شيخ الفرشه كيفرش كل شيء ياك؟ يلاه المهم راه عرفتك اخي خالد. المهم انا القضايا اللي كنعالجها راه كنعيشها، انا ما كنقولش شي حاجه ما كنعيشهاش، هذه رساله كنوصلها لبعض الناس اللي كيسحب لهم انا كنعمل الفيديوز ولا كنعمل بعض الحاجات باش انني نتشهر. انا راه ما خصني لا شهره لا والو. ونزيدك واحد الحاجه، انا راه واقيلا انت راه كتعرفها، انا الوحيد واقيلا اللي في العريش معترفه بيا المنظمه العالميه للموسيقى فروميزي، فهمتي، وما كيعرفوهاش هاد الناس، هادو بزاف الناس ما كيعرفوش انني انا لا بغيت ندير البوز ولا بغيت نتشهر،
وشحال هذه تبعت بزاف الناس كيقولوا لي غني هيدا ما تقولش هذا الشيء هيدا فهمت. وانا مادام انا ولد الشعب ولد العرايش راه كنقول لي واقع هنايا وما عمرهم يتسناوني انني نقول شي حاجه. والشعيبي يعني فنان يعني هو الفنان الاول كنعتبره يعني شخصيا يعني انا معجب بالتجربه ديالك ولكن كنت اسفوا علاش ما كاينش المشاركات الفنيه ديالك في المهرجانات وديك الشيء لا الوطنيه ولا المحليه مع انك انت فنان يعني مكرس بالاغاني ديالك يعني اللي كتناول قضايا المجتمع والوطن. اصلا انا كنغني بتلقائيه وبكل جرأة والناس اللي كيعملوا المهرجانات في العرايش اصلا كتجي شكون اللي كيعطيهم شكون اللي كيعطيهم الترخيص شكون اللي كيعطيهم البلديه والعماله. اصلا انا اللي استوى انا في اي فيما مشيتي اي مصلحه جبر السميه ديالي والتصويره ديالي فهمت فيما مشيتي. ممنوع ممنوع منعا باتا من اي سهره في العرايش الا ما كانتش شي جمعيه بحال هيدا وكتثق فيا وعارفه اني اش كنقول ما كيعيطوليش مره وصفر درهم فهمتي. ما كنطلبش انا من الناس انني انا اعطيوني ولا شي حاجه لا انا انا حتى انا بيدي انا ود العرايش حتى انا كنبغي نطلع لاصين في العرايش حيت عندي جمهور ديالي هنا في العرايش وعندي الناس خصهم انا نكون في العرايش وبزاف د الناس كيسولوني علاش راه الحق راه باينه من اذا انت فنان الشعب وخا يمارسوا عليك الحصار وخا هذا انت عندك الجمهور ديالك والجمهور ديالك هو قادر باش يحتضنك في اي نشاط ويطلعك للمنصه وتغني من اجل توصل الرساله ديالك. وعندنا الناس خارج المغرب في برشلونه في كندا في الدنمارك في هولندا الناس كتساندني وكتعاونني واخا عبهضره كنشكرهم وكنشكر اي واحد تايق في شيخ الفرشه الشعيبي الله